السلام والله عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نناقش فيها كيف سيواجه الناس عيد الفطر المبارك في ظل الظروف والأوضاع الراهنة. على بعد أقل من أسبوع من عيد الفطر المبارك تعيش اليمن وضعا مختلف عن سابقه من الأعوام الماضية. يأتي هذا العيد والوضع أكثر تدهورا وأكثر قلقا نظرا لتزامنه مع الانتشار الرهيب لجائحة كورونا الذي اجتاح حتى الآن حوالي 12 محافظة. فوق ذلك تتضاعف من عام لآخر ظروف الناس المعيشية جراء الحرب وتداعياتها، كورونا وأوبئة وأمراض، ومعها تدهور في الأحوال المعيشية وغلاء لا يرحم البسطاء وميليشيات لا تبالي. كيف سيتعامل الناس مع هذه المتغيرات وكيف سيواجهون متطلبات العيد؟ هذه تساؤلات الحلقة لهذا اليوم، ولكن قبل البدء نبدأ بهذا الاستطلاع من محافظة مأرب ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. نتوكل على الله وعيدنا فوق عيالنا وما قدر ودر قدر، ونتوكل على الله ونطلق نيتنا الأرحم الراحم. بالنسبة للمرض الكوريرا هذه نتوكل على الله. متطلبات العيد احنا على الله، عاد احنا هم على الله، عاد يرزقهم الله. والله متطلبات العيد أزمة وأمراض ووباء ومشاكل، والحمد لله ربنا باخرك من كورونا إن شاء الله. العيد ان شاء الله بيكون حلو، ما نعمل في البيوت عيد، والحمد لله على كل حال. بصراحه في ظل هذه الاوضاع، طبعا اليمن يمر بحروب قبل مجيء كورونا، مجيء كورونا تظل كارثه فوق كارثه اولى ثانيه طبعا، فتكون المعيشه صعبه جدا. تمام، اذا لم نعمل احتراز لهذا الوباء، أنت تشوف الآن الشارع مليان في المواطنين متساهلين هذا الوباء، فالوباء هذا يقتل لا يرحم، لا يعرف الصغير ولا الكبير، لا يعرف الغني لا يعرف الفقير. ثلاثية الحرب وجائحة كورونا وارتفاع الأسعار مع اقتراب العيد جعلت حياة اليمنيين جحيما لا يطاق. يقبل اليمنيون في الأيام المقبلة القليلة على عيد الفطر المبارك، ونلحظ عزوفا عن الأسواق وعن شراء كسوة العيد ومستلزمات العيد بسبب الفقر المدقع الذي يعيشه الكثير من اليمنيين. تبقى مهمة تخفيف هذه المعاناة على عاتق المنظمات الإغاثية المحلية والدولية. أيضا جائحة كورونا هي أيضا تسببت في هذا الوضع المعيشي الصعب، هنالك كثير من الأعمال توقفت، وكثير من يعني من العوائد أو الأموال التي كانت تصل للمواطن اليمني من المغترب، حيث نعلم أن المغتربين كانوا الركيزة الأولى لاقتصاد البلد الذين يرفدون عوائلهم الموجودة في الداخل. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفنا عبر البث المباشر من تعز الناشطة المجتمعية مها عون. إذن أرحب بضيفتي مها، مساء الخير ومرحبا بك. مساء الخير وأرحب بك وأشكرك على الاستضافة. أهلا بك مها. يعني نتحدث اليوم عن أوضاع الناس مع قدوم عيد الفطر المبارك، يعني حدثينا أولا عن تعز، كيف هو الوضع حاليا وكيف هي أوضاع الناس؟ أولا بشكل عام تعز تعاني من نزاع مسلح ولات حرب حصار منذ سنين كبيرة. الأوضاع المعيشية للناس متردية جدا مع دخول جائحة كورونا الذي شلت حركة العالم بشكل عام بالجانب الاقتصادي، فما بالك باليمن الذي تعاني من وضع اقتصادي جدا سيء. الناس تقسموا إلى عدة فئات. الوضع المعيشي لبعض الأسر التي كانت تعيش في حالة جيدة أصبحت في حالة
سيئة، وأما الفئة الفقيرة أصبحت في حالة أسوأ تحت خط الفقر. السؤال هنا، كيف يعيش هؤلاء الناس بوقت العيد؟ نسبة قليلة جدا لا تكاد تذكر هم من يعيشون بحجر صحي أو ملتزمين بالإجراءات الاحترازية بسبب كورونا. بقية الأفراد الذين يعتمدون على مصدر الدخل من المغتربين توقفت أعمالهم بسبب أن المغتربين أيضا يعيشون معيشة سيئة جدا، خاصة أن الوضع المالي غير متوفر والعمل توقفت في الدول الشقيقة خاريا. بقية الفئة أو السكان المواطنين لم يستطيعون حتى شراء كسوة العيد أو ممارسة ملامح العيد بشكل كما اعتدنا عليه سابقا. عند المقارنة بممارسات أو ما يحدث من تجهيزات العيد مقارنة بالعام السابق مختلف جدا. فملامح العيد في السابق كانت منذ أواخر العشر رمضان بدأ ملامح العيد، فرحة العيد في الأسواق، في زيادة عدد الناس في الأسواق وشراء كسوة العيد، الأطفال، الزبيب، الأضواء والزينة في معظم مناطق تعز كانت توحي أن هناك فرحة، ولكن هنا الآن عايشين في قلق ما بين مراحل متعددة، خوف من تفشي المرض، الخوف من الحديث عن الموت، الخوف من عدم استمرار الحياة، الخوف من الحرب. هذا ما نعيشه نحن الآن سكان تعز. نعم، يعني نفهم أنه هناك أيضا إدراك ل خطورة الواقع حاليا، يعني مع جائحة كورونا وبدء تسجيل أرقام يعني تتزايد بين يوم وآخر في العديد من المحافظات، نفهم بأن هناك إدراك بات لدى الناس في تعز. اليوم أعلن حالتين وفاة في المعزلين مركز شفاك والجمهوري إضافة إلى الحالة السابقة، أي ثلاث حالات. مع ذلك الإدراك للمواطنين جدا قليلة، وكما ذكرت أن نسبة قليلة جدا لا تكاد تذكر هم من يقومون بالإجراءات الاحترازية الوقائية أو يعيشون في حجر صحي ولا يخرجون إلا للضرورة. التجمعات بشكل عام موجودة، سواء بإفطار، بتجمعات بدفن أحد الشهداء، بتجمعات في الأسواق، كم هائل جدا. أكثر ردود أنه نتوكل على الله، قل لن يصبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني قد تحملنا الكوليرا وحمضنا كقطع الكورونا، كثير من ردود المواطنين بهذا الشكل. فالإدراك والوعي يعني الآن هي معركة وعي وليست معركة المرض كورونا، هذا ما أرى بالواقع. بالفعل، لكن مها يعني ربما ما شاهدناه بالسنين الماضية، يعني كان الناس يشكون من بؤس الحال مع قدوم عيد الفطر، والوضع كان مختلف كثيرا عن ما نشاهده هذا العام. هذا العام انضاف إلى الأمر كورونا التي عطلت الحياة تماما، يعني كيف سيواجه الناس هذا العيد مثلا يعني في الأيام القليلة القادمة؟ صحيح، كان المواطنين يشكون من تردي الوضع المعيشي بسبب الحرب. أيضا مع دخول كورونا سبب في الكثير من المشاكل، من أهمها غلاء الأسعار، خاصة التجار بالاستيراد وتصدير المواد أو الملابس أو الكثير من الأشياء بسبب إغلاق المنافذ، أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، فامتنع الكثير من المواطنين من شراء العيد، كسوة العيد للأطفال بنسبة كبيرة جدا. أيضا فاعلين الخير لم يعني كانوا من المعتادين أنهم يعطون كل سنة لعدد من الفقراء، أيضا هناك امتناع بسبب كورونا. هذه كورونا مش أثرت على المواطنين، أثرت حتى على البسطاء جدا، على الذين يعيشون بقوت يومهم، الذين يعيشون كالباعة كالبسطات في الشارع. فأصبح الناس يقولوا نحن نفكر بلقمة العيش ولا بالعيد ولا بكورونا ولا بماذا أو بالحرب الذين يعيشوا، خاصة أن قبل يومين كان هناك أو أكثر من قذيفة وصلت إلى تعز، أصبح الشعب المواطن التعزي بحالة شتات وطيهان، في ماذا يفكر، في لقمة العيش أم في ماذا؟ نعم، إذن كان الله في العون. إذن تكرمي بالبقاء معي سيدة مها، وأذهب الآن لأرحب بضيفتي من عدن الناشطة
المجتمعية وردة السيد. سيدة وردة مساء الخير. مرحبا، مساء الخير عزيزي، مساء الخير على كافة المشاهدين لقناة بلقيس. أهلا بك سيدة وردة. يعني نتحدث اليوم عن قدوم عيد الفطر المبارك وأوضاع الناس هذا العام، يعني كيف هو الوضع في العاصمة المؤقتة عدن؟ طبعا محافظة عدن هي تشهد ظهور لحال جائحة كورونا المنتشرة حاليا في مختلف عواصم ودول العالم، فمحافظة عدن تشهد ظهور لهذه الحالات مثلما أعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى انتشار الحميات والوضع الكارثي والأوبئة المنتشرة في محافظة عدن. هذه تكهل حتى المواطن في محافظة المر بأزمات محافظة عدن، تسبب لنا كبيرة جدا نتيجة قياب الخدمات الصحية، قياب الخدمات البنية التحتية من انعدام الكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائي لساعات متواصلة، عدم توفر المياه. فهذه فعلا من الأزمات التي تمر في المحافظة. نعم سيدة وردة، هل تسمعيني؟ ألو؟ نعم، أكملي نسمعك، يعني انقطع الصوت قليلا وعاود مرة أخرى. بعتذر عزيزي. فطبعا محافظة عدن مثل بقية المحافظات، ولكن محافظة عدن تعتبر هي العاصمة المؤقتة، وما تشهده حاليا من انتشار الأوبئة وارتفاع لحالات الوفيات هذا من ما يسبب أزمة في محافظة عدن، بالإضافة مثل ما تحدثت سابقا إلى انعدام الخدمات، قياب الجانب الصحي في محافظة عدن، الكثير من المستشفيات أقفلت ولم تعد تعمل وتقوم بواجبها. نعم. الأمطار والسيول التي من الشهر الماضي التي مرت في محافظة عدن أيضا سببت لنا أزمة في البيئة وفي ظهور مخلفات السيول ومياه الصرف الصحي، هذا نعم. سبب أيضا في عدد ارتفاع للحميات والوفيات في محافظة عدن. نعم، لكن سيدة وردة، يعني أمام كل هذه المشاكل التي ذكرتيها في العاصمة المؤقتة عدن، وأمام هذا الوضع الذي يعني ربما يشمل الكثير من المحافظات، هل ما يزال الناس يفكرون بالعيد ومتطلبات العيد وما يحتاجه عيد الفطر المبارك، أم أن الوضع تغير هذا العام؟ الوضع تغير هذا العام بنسبة 100% في محافظة عدن. لم يصبح هناك من يفكر في العيد وفي فرحة العيد إلا الناس اللي هم أصحاب الدخل، اللي دخلهم كويس جدا. أما بقية الأفراد، إحنا عندنا طبقة الفقر مفتاحة في محافظة عدن، انعدام الرواتب، الوفيات المنتشرة منعت الناس من أن يفكروا في فرحة العيد. هذا مسبب لهم أزمة، لم يستطع الإنسان أو المواطن في محافظة عدن يبحث عن فرحة العيد في ظل انتشار هذه الأمراض وهذه الأوبئة وفي ظل انعدام وقياب الخدمات. لم تسمح لنا هذه المأساة والأوبئة المنتشرة في محافظة عدن لكي نفكر في فرحة العيد مثل الأعوام الماضية. الأعوام الماضية كمان إحنا لنا 5 سنوات من الحرب، كانوا الناس فعلا ما زالوا من عام إلى عام يتفكرون ويتطلعون إلى فرحة العيد، ولكن ما زاد هذا العيد بؤسا وكارثة وحزنا على الناس هي جائحة الكورونا التي أصبحت منتشرة في محافظة عدن، بالإضافة إلى انتشار أو ازدياد عدد الوفيات بسبب الحميات. هذا أصبح المواطن العدني لم يعد يفكر في فرحة العيد إلا قليلة منهم أصحاب الدخل، من يكون لديهم دخل. أما أصحاب الدخل المحدود في ظل إذن الحظر وفي ظل ارتفاع الأسعار، لم يصبح المواطن العدني يفكر في فرحة العيد. نعم، إذن سيدة وردة تكرمي بالبقاء معي، وأعود مرة أخرى لضيفتنا من تعز السيدة مها عون. سيدة مها، يعني نتساءل أنه يعني في ظل المتغيرات الحاصلة في تعز وفي عموم المحافظات اليمنية، كيف سيقضي الناس هذا العيد؟ سيقضي العيد الناس بشكل متوتر وقلق، كما
قلت سابقا بسبب الأوضاع الإنسانية التي يعيشها المجتمع التعزي الآن هو بتفكير بالعيد، لأنه معتاد بأي أول يوم عيد اجتماع في الصلاة في الساحة لزيارة الأهل والأقارب ممارسة حياتهم الطبيعية خاصة في أيام العيد. هناك في هذا العام سيكون هناك اختلاف جذري بسبب منع أو القرارات التي أصدرها السلطة المحلية بمنع الاجتماعات بمنع الزيارات أو لجهات أخرى. هناك سيكون اختلاف جدا، الأماكن المغلقة خاصة أماكن الترفيه، الحدائق، في أشياء كثيرة انغلقت، فبالتالي المجتمع التعزي سيواجه الكثير من الصعوبات في تقبل هذا الشيء، خاصة الشعب التعزي أو المجتمع التعزي مجتمع اجتماعي جدا، هناك صعوبة جدا. هو المجتمع اليمني بشكل عام مها يعني مسألة أيوة. أنه اجتماعي وأنه يعشق السلام إلى درجة مبالغ فيها، فبالتالي يعني نسأل أنه هل الناس بالفعل بيمتنعوا عن التعايد والسلام والزيارات في العيد؟ أعتقد الأمر غير وارد يعني لما نشاهده من قلة وعي لدى الناس. صحيح، هو نسبة قليلة جدا من سيلتزمون بالإجراءات، الكثير أو سوف يقومون بالاجتماعات والسلام والتصافع، ولكن مع ذلك الخوف وارد، القلق، التوتر في التفكير، خاصة أن هناك الإعلام يشتغل بشكل عام على جائحة كورونا، التوعية بدأت بشكل عام، يعني كثرة التوعية والمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر جدا في التوعية وفي العامل النفسي. لكن ما يعني ربما تعز يعني الناس لديهم تصور بأنها غير بقية المحافظات في مسألة الوعي والثقافة، ويعني حتى أنهم كانوا ينظرون فيما يتعلق بكورونا أن الناس سيكونون أكثر وعيا في هذه المحافظة، لكن للأسف نشاهد حتى يوم أمس موائد الإفطار في الشوارع والتجمعات، وأيضا تقام مباريات كرة القدم على مستوى الحارات وتجمع للمشجعين، يعني كيف تفهم هذه الحالة؟ صحيح، ما لاحظناه مختلف في تعز جدا، حتى أن بعض الأماكن يقوم مع قرار إغلاق المساجد في بعض أماكن أو حارات يصلون بشكل خفيف عدة مساجد، الاجتماعات ما زالت موجودة في الأسواق، في الإفطار، الأنشطة الترفيهية ما زالت موجودة، حتى الأعمال بمنظمة المجتمع المدني الذي يفترض أن تتوقف ما زالت موجودة، الأعمال ليست متوقفة بشكل عام، ولكن كالظاهر يبين أن هناك متوقف أو هناك توقف جزئي للعمل، كما قلت أنه الآن إحنا بمعركة وعي. نعم. كيف نوعي المجتمع بأن هناك هذه جائحة أو فيروس كورونا؟ الكثير من المواطنين ما زالوا يقولوا هذا مش كورونا، منكرين أن بوجود فيروس الكورونا، وما زالوا يعلقوا على مرض حمى الظنك أو المكرفس أو الحمى الفيروسية. وبالأخير كلها أمراض. اقتناعهم أن فيروس كورونا موجود تشكل خطورة عالية، ولكن اقتناعهم أن فيروس كورونا موجود هي كلها تشكل خطورة عالية، ولكن للأسف مشكلة الإدراك والوعي لدى الناس مشكلة كبيرة. سأعود إليك مها، ابقي معي وأعود مرة أخرى لضيفتنا من عدن سيدة وردة. سيدة وردة، يعني هناك فرحة العيد التي يأمل بها الناس، وهناك أيضا واقع متغير يعني انعكس على كل الدول وليس اليمن فحسب، يعني أيهما أولى اليوم، السعي وراء يعني إقامة طقوس العيد أم الالتزام في هذا الظرف الراهن؟ يعني كيف تجدون الأمر؟ عزيزي، هو أكيد أولى، إحنا نلتزم بالظروف الراهنة التي تصنف فيها محافظات. هذا الوباء لن يميز بين ضروري احنا في هذا الوضع ان نلتزم باجراء الوقايه. انت تعرف العادات التقليديه هي عادات الصحه والزيارات واللقاءات والتجمعات والولائم،
فاحنا في ظل الخوف وفي ظل جائحه لا في محافظه عدن او بحار. قالك احنا ولا تنسى الناس بتقف والناس راح تعيش بلا انه هناك وباء. وهذا كمان السبب يعود انه ليس هناك خطاب اعلامي موحد يعمل على الناس وعلى ما هي المعايير والسياقات الوقائيه اللي يجب ان يستخدموها او المحافظات. الراهن هو يؤذي جميع الناس بفعل المحافظه على حياتهم والبقاء بيوتهم وعدم الطعام والتجمعات. ممكن الواحد هو في بيته في ساعات كيف المعيد هذا المجتمع بالشكل العام. سيتم سيدة وردة التواصل بك مرة أخرى من الزملاء، ونتمنى أن تكوني في مكان تكون فيه التغطية أفضل مما هي عليه الآن. وأعود مرة أخرى لضيفتنا من تعز السيدة مها. سيدة مها، يعني في ظل الواقع القائم وعدم التزام الناس واستشعارهم المسؤولية، كيف يمكن ضبط الوضع في ظل هذا الواقع؟ يعني هل التوعية وتكثيفها هي الحل، أم يعني فرض إجراءات من الدولة يعني تحد من مسألة التجمع والاختلاط والمعايدة وهذه الأمور التي يعني الناس ربما سيضحون بأنفسهم ولا يستغنون عنها؟ في بداية شهر 3 تم الاجتماع مع نعم الصوت نسمعك صوت جيد أكملي. في بداية شهر 3 تم اجتماع لجنة الطوارئ بالسلطة المحلية، وتم تشكيل عدة قرارات من أهمها إغلاق أسواق القاد والتجمعات. لم يحصل شيء من هذا للأسف. نزل الرئيس لجنة الطوارئ من نفسه إلى الأسواق فقط ساعات سويعات وغلقوا أسواق القاد، ومن ثم عادت بشكل عام بشكل مستمر لحد الآن لم يتوقف. فقط القرارات توقفت بقرار إغلاق الجوامع، ومع ذلك هناك ردة أفعال كثيرة بسبب من المواطنين لماذا تم إغلاق المساجد ولم يتم إغلاق الأسواق والتجمعات. الإجراءات الاحترازية خاصة في وضعنا اليمني في تعز صعبة جدا. أكثر الناس معتمدين على رواتب، معتمدين على مصدر دخل بشكل يومي. فدائما السؤال إنه توعي أو اجلس في البيت، ردة الفعل من بيصرف على أولادي، كيف بعيش، هذه الأسئلة اللي دائما ما نلاقيها من الواقع. فالتوعية بدأت بشكل عام من قبل مؤسسات مبادرات شبابية، وبدأ بشكل عام تشتغل على تدريب متطوعين، كثير مبادرات اشتغلت في توزيع السلع الصحية، توعية المواطنين من منزل إلى منزل، عمل توعية في مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات، انفوجرافيكس، منشورات، ملصقات، كثير كثير هناك جهد مبذول جدا، ولكن نسبة ارتفاع الوعي لا تكاد تتجاوز 1%. بسبب الوضع المعيشي الإنساني للمواطنين، دائما ردود فعلهم أنا إذا جلست في البيت كيف ببدأ أشتغل على نفسي؟ لصاحب الإيجار، صاحب البيت يحتاج إيجار، صاحب الصيدلية يحتاج الفلوس، فكثير من الأسباب دائما ما نواجهها. فصعب المجتمع اليمني بشكل عام انه يبدا بالالتزام بهذه الاجراءات الوقائيه. السلطه المحليه ما زالت في تقصير، او مكتب الصحه او الجهات الحكوميه، الجهات ايضا منظمات الصحه العالميه او منظمات المجتمع المدني في تقصير دائم، فما تقدمه للمكاتب الصحه ضئيل جدا نسبه الى الاحتياجات التي تعيشها المنطقه. فمثلا منظمه الصحه العالميه ضخت لمكتب الصحة بعض المستلزمات لا تكاد تكفي حتى مديرية تعز، فما بالك بعدد كبير من السكان في تعز. الحكومة قدمت أيضا ميزانية قليلة جدا، 20 مليون دولار، 20 مليون يمني،
لأجل جائحة كورونا. منظمات بدأت تشتغل بشكل جزئي جدا، ولكن مع ذلك الكمية لا تكفي الناس. الناس غير مستعدين لهذه الكورونا، منكرين عن وجود هذه الكورونا. طيب ما يعني فيما يتعلق بالأطفال على كيفية توفير مصدر يومهم. جميل، لكن فيما يتعلق بالأطفال يعني الأطفال هم أكثر ترقبا لفرحة العيد، يعني مع كل الإجراءات والاحترازات التي يجب أن يلتزم بها جميع المواطنين، يعني لكن على مستوى كل أسرة كيف يمكن يعني صناعة الفرحة لهؤلاء الأطفال مع الالتزام بالإجراءات وتجنب الإصابة بهذا الفيروس؟ كالعادة الأطفال مهتمين بالعيد، بالفرحة، باللبس الجديد، باللعب، بالاجتماعات. الوضع صعب هنا، تقنع الطفل أنه في مرض اسمه كورونا، في ضروري أنه يلتزم بعدم اللعب خارج المنزل، ألا يلمس الأشياء، ألا يلعب مع تجمعات. فالطفل مش مستوعب، إذا كان الشخص الكبير العاقل غير مستوعب في فما بالك كورونا أو العراض أو فما بالك بالطفل، أنه أقنعه أنه لا تلعبش مع الأطفال، لا تخرجش الحديقة. هم تعودنا أول يوم الحدائق مغلقة، تجمعات، خاصة نحن نعيش في حصار، لدينا فقط متنزه واحد فقط. نعم. صعب جدا الإقناع. الوضع صعب للغاية، ولكن ما هنا في نهاية إجراءات وقائية. في نهاية حديثنا معك هنا يعني في أقل من دقيقة رسالة تودين إيصالها للناس أو قولها للناس من خلال هذا البرنامج. نحاول قدر الإمكان نلتزم بالإجراءات الوقائية، عدم التجمعات، فقط الخروج للضروريات جدا. فقط أتمنى من المجتمع اليمني أن يكون واعيا جدا أنه مرض الكورونا فقط يحتاج له مناعة، توعية، وقاية، واحتراز من هذا المرض، وإن شاء الله يجنبنا كل شر وكل مرض ويجلبنا السلام والأمن. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر سيدة مها عون، ناشطة مجتمعية، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز. شكرا جزيلا لك، وأعود وأكمل حديثي مع ضيفتنا من عدن، عادت إلينا مجددا الناشطة المجتمعية وردة السيد. سيدة وردة، هل تسمعيني الآن؟ سيدة وردة، هل تسمعيني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالسيدة أو الناشطة المجتمعية وردة السيد قد فقد الاتصال، سيعود أيضا محاولة الاتصال بها الزملاء مرة أخرى. إذن مشاهدينا نتحدث عن الأوضاع في ظل قدوم عيد الفطر المبارك والوضع الاستثنائي الذي يعيشه العالم بأكمله مع انتشار جائحة كورونا، ووضع اليمن التي يعني تشهد أزمات متتالية وحرب مستمرة منذ 5 أعوام، وأيضا أتت جائحة كورونا لتلقي بظلالها بشكل كبير على الناس والمواطنين. إذن هي أوضاع صعبة يعيشها اليمنيون مع قدوم هذا العيد. ولا أعرف، الزملاء يقولون بأن وردة عادت إلينا مجددا. سيدة وردة، هل تسمعين الآن؟ معك تفضل أخي. نعم، أهلا بك سيدة وردة. يعني كنا قد تحدثنا عن التحديات والمخاوف القائمة من جائحة كورونا، وأيضا يعني بالمقابل أتت مناسبة هي مناسبة مهمة لدى اليمنيين وبالتحديد الأطفال، هي مناسبة عيد الفطر المبارك. يعني كيف سيتم التغلب على التحديات التي ستواجه الناس مع قدوم هذا العيد؟ عزيزي، هي التحديات كبيرة جدا جدا في محافظة عدن وبقية المحافظات، ولكن دعني أتكلم عن محافظة عدن. عدن تشهد وضع غير مستقر أمنيا، النزاعات المسلحة دائما فيها لا تتوقف،
التحديات سوف تكون كبيرة على كافة الأسر في محافظة عدن، في مثل ما تحدثنا الحالة الاقتصادية التي بيعاني منها المواطن، ارتفاع الأسعار المتزايد بشكل جنوني، انعدام الخدمات الصحية في محافظة عدن. احنا الان جايين على شعائر دينيه ولها اثر نفسي في نفوس الكبير، ولكن هي مؤثرات في نفوس الصغار بشكل كبير. لا اتوقع انهم ان الاطفال سيشهدون هذه الفرحه، ولكن هم في النهايه اطفال سوف يفرحون، ولكن بخوف من اهاليهم. لم يكن هناك تجمعات، لا اظن ان الحدائق العامه للاطفال سوف يتم فتحها. ممكن أن الأسر تقلل من هذه الزيارات، من هذه الازدحامات. هذا إذا كانت الأسر فعلا محافظة على حياة أبنائها وحياة هؤلاء الأطفال وخوفا عليهم وتعمل لهم إجراءات وقائية، ولكن لا أظن أنهم سوف يلتزمون. لن يلتزم لحد الآن، إحنا في محافظة عدن لا يلتزم الكبار بالجلوس في البيت وبالحجر وبالحظر، لا لحد الآن لا يلتزم الكبار فيها، فما بالك في الأطفال، فهم هذه فرحتهم ويجب أن يعيشوها. ولكن نتمنى من كافة الأسر أن تعمل احتياطاتها وإجراءاتها الوقائية والتخفيف من الزيارات، وأن تقوم الحكومة بعدم فتح الحدائق العامة، حتى أيضا الأطفال يبقون في منازلهم ومع أسرهم. نعم، لكن بالنسبة لعيد أو فرحة العيد، هل باتت أو ما زالت أولوية في ظل هذا الوضع برأيك، أم أنه يعني تودين قول رسالة للناس في ختام حديثنا معك؟ عزيزي، للأمانة ما تشهده محافظة عدن لم يعد شعرها أن فرحة العيد أولوية. أصبحت الأولوية في حياة المواطن أو في حياة المجتمع العدني كيف يحصلون على الدواء وكيف يحصلون على الماء وكيف يحصلون على ساعات من التيار الكهربائي. أصبحت هذه الأولوية في حياة المجتمع العدني، لم تعد هناك أولوية في فرحة العيد. الأولوية هي الآن كيف يحصلون على العلاجات، كيف يجدون مستشفيات مفتوحة، كيف يعيشون في وضع وفي ظل اجتياح جائحة الكورونا. في الأولوية لهم كيف يحافظون على حياة أطفالهم. رسالتي التي هي أوجهها، احنا بنوجه رسالتنا إلى المنظمات الأمم المتحدة التي نشهد الآن غياب دورها في محافظة عدن واحتمال أيضا في بقية المحافظات، ولكن دعني أتكلم عن محافظة عدن التي أنا أحد ساكني وسكان محافظة عدن. المنظمات الدولية يجب أن تقوم بدورها. إحنا نواجه وباء، إحنا نواجه في محافظة عدن إبادة جماعية في ظل سقوط السلطات، في ظل غياب دور وعمل المنظمات الأمم المتحدة. رسالتي أوجهها إلى كل مواطن سواء في عدن أو في بقية المحافظات أن يلتزموا بإجراءات الوقاية. هذا أقل ما يقدمه المواطن لنفسه، لأنه ليس هناك من يتحمل مسؤولية هذا المواطن. بالفعل هو اليوم يجب على الجميع كلا يتحمل مسؤولية نفسه، يعني أمام هذا الواقع وأمام هذا الإهمال الحاصل من قبل الدولة ومن قبل المنظمات ومن قبل يعني كل المعنيين. بالتالي يعني المسؤولية قائمة على الناس أنفسهم. وبالختام أشكرك جزيل الشكر السيدة وردة السيد، ناشطة مجتمعية كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. وأرحب الآن بضيفي من محافظة مأرب، معنا عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي عدنان الشهاب، وهو نازح في هذه المحافظة منذ 4 سنوات تقريبا. سيد عدنان مساء الخير. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين، وخواتم مباركة وعيد مبارك مقدما أخي شادي. حياك الله، خواتم مباركة على الجميع وعيد مبارك على الجميع، رغم أن الأوضاع يعني لا تسمح بعيد كما كنا نعيشه في الفترات السابقة. دعنا نبدأ معك، يعني كورونا وحرب وغلاء، يعني كيف سيواجه الناس متطلبات العيد هذا العام؟ بصراحة سيواجه اليمنيون بشكل عام العيد بمزيد من المعاناة، من المضاعفات، سواء بسبب الحروب، بسبب الغلاء، بسبب
الوباء الجائحة كورونا المستجد 19، هناك يعني صراحة صعوبة لدى اليمنيين سيواجهونها في العيد القادم، أبرزها سواء يتمثل في أولا في الحرب المستمرة منذ 5 سنوات، غلاء الأسعار المتفاقمة والمتضاعفة بسبب تدهور سواء سعر العملة ومضاعفات الأسعار، إضافة إلى جائحة كورونا والإجراءات والإهمال، ويعني الوضع الصحي بشكل عام يعانيها البلد، هناك مخاطر جمة سيواجهها اليمن، لكن نسأل من الله أن يقينا هذا الكارثة. نعم، لكن بالنسبة لمحافظة مأرب هل هناك استعدادات للعيد وهناك تحضيرات لها من قبل الناس؟ بصراحة لا أخفيك، يعني التسوق لا زال كما هو وإن خف نوعا ما، لكن يعني هناك توجيه من مكتب الأوقاف بالمحافظة على سبيل المثال بمنع الصلوات منذ، يعني التزموا المساجد أو معظم المساجد التزمت منذ القرار الأخير بمنع الصلوات أو إقامة الصلوات صلاة الجمعة، معظم المساجد أغلقت في المدينة أو يعني أداء الصلاة فيها معلق. بالنسبة لإجراء العيد رسميا لا يوجد يعني أي إجراء رسمي، يبدو كأنه سيكون مثل بقية الشعائر الدينية معلقة حتى إشعار آخر. جميل، لكن الناس هل لديهم وعي بخطورة الوضع القائم، أم أن يعني مأرب لا تختلف عن بقية المحافظات عندما تأتي لتحدثهم عن جائحة وكورونا يكون الرد بأننا، البعض يقول أنه واجه أمراض أسوأ منها، والبعض يقول أنه واجه حرب، والبعض يقول أنه واجه عدوان، وبالتالي كورونا ليست شيء أمام ما واجهه، يعني المنطق متشابه في مأرب مع بقية المحافظات، أما أن الوضع في هذه المحافظة هناك وعي نوعا ما؟ للأسف الشديد نفس ما هو موجود في المحافظات الأخرى هو الحال في محافظة مأرب، لا يوجد فرق، هناك استخفاف بخطورة المرض، يعني عدم الالتزام بالتعليمات، عدم التجمع، الالتزام بالذهاب إلى الأسواق رغم الإجراءات التي اتخذت على سبيل المثال بإغلاق أسواق القات، بإيقاف كما ذكرت سابقا أداء الصلوات في المساجد جماعة وتعليق صلاة الجمعة، لكن للأسف الشديد لا زال الناس، معظم الناس باستثناء حاجة بسيطة أو القلة، لا يلتزمون سواء بالمصافحة سواء بالتجمعات سواء بالذهاب إلى التسوق سواء الذهاب إلى أسواق القات، للأسف الشديد الناس يواجهون خطر الوباء باستخفاف تام، وهذا ما يخيف صراحة، يخيف سواء السلطات أو يخيف الناس بشكل عام. نعم، يعني في ظل المعاناة القائمة المضاعفة ما الذي سيبقى من فرحة العيد؟ للأسف الشديد تجمعت علينا كل الأوبئة، وبداية من وباء الحوثي ووباء الانتقالي وختاما ويعلم الله هل هو الختام بوباء كورونا ووباء الحميات كما تشهده مدينة عدن كما يذاع التصريحات الرسمية، لم يبقى من العيد إلا اسمه كما يردد الشاعر العربي أو كما قال الشاعر العربي بأي حال عدت يا عيد، كنا في السابق نظنه سيأتي العيد القادم ربما هو الأفضل، لكن في هذا العام العيد يأتي أسوأ، العالم كله يواجه كورونا باستثناء اليمنيين فهم يواجهون أكثر من وباء، يواجهون الغلاء، يواجهون الحروب، يواجهون الميليشيات، يواجهون انعدام الأمن الغذائي، يواجهون أوبئة خطيرة قد تهدد يعني معظم حياة اليمنيين لا قدر الله. نعم، يعني مع سوء الواقع سيد عدنان إلا أن النازحين في الكثير من المحافظات يعني يعانون من أوضاع يعني أكثر سوء من غيرهم من المواطنين، أتت أيضا جائحة كورونا وألقت بظلالها على الجميع، يعني كيف هي أوضاع النازحين مع المتغيرات الحاصلة والقائمة مؤخرا؟
لا يختلف الوضع سواء عند النازحين أو عند غيرهم، ربما تكون عند النازحين هي أسوأ بسبب النزوح، بسبب هي مضاعفة بالفعل يعني. أو بيئة السكن، نعم بيئة السكن، البيئة الصحية إلى آخره، هناك يعني أكثر من 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 سبب يعني، سواء كما ذكرت لك في 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 التجمعات، المخيمات، الازدحام السكاني، هناك هذه هي أبرزها. أيضا انعدام يعني على سبيل المثال، أو لا يوجد مثلا، هو إن افترضنا فرضا أن يلتزم المواطن أو شخص ببيت منزله، لكنه كيف له، أين سيأتي بمن يعني بمصاريف لأسرته، وهو معتمد معظمهم على الدخل اليومي سواء بالعمل الفردي أو بأعمال أخرى. نعم، لكن يعني في ظل الأوضاع القائمة، هل ما زال للعيد أولوية حتى وإن كانت الأوضاع المادية متيسرة، في ظل الأمراض وفي ظل الاحتياطات والاحترازات القائمة من فيروس كورونا، هل ما زال للعيد أولوية برأيك؟ بصراحة كما أشاهدنا كشاهد عيان، لا زال الناس يتحركون يستعدون للعيد، سواء في شراء كسوة العيد للأطفال، سواء في مستلزمات العيد من الجعالة من غيرها، لا زال الوضع كما هو قائم، لكنه يعني فرحة العيد التي هي الصلاة والخروج، وتبدو أنها ستكون هنا، سيشعر الناس. لكن برأيك يعني هل ترى أنه ما زال لها أولوية يفترض في ظل الجائحة والاحترازات من كورونا؟ يعني برأيك أنت هل ما زال هناك أولوية للعيد وفرحة العيد؟ برأيي الشخصي الأولوية تأتي للاحتراز من وباء كورونا، لكنه أنا أتحدث لك عن الواقع، عن ما يحدث بالشارع، لكنه في رأيي، برأيي أنا الشخصي الأولوية للاحتراز من وباء كورونا، سواء بالجلوس في المنازل، بالاحترازات، بالتعليمات، بأخذ كافة الاحتياطات. نعم، لكن ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة يعني للتخفيف من قسوة الظروف المحدقة بالمواطنين؟ هو ما يمكن أن تقديم يعني، أو المساعدات، إن صح مساعدات تقدمها للأقل دخلاً للحالات الصعبة، هذه هي ستكون أكثر ما تقدمه الحكومة. أيضاً يجب أن يكون هناك يعني إجراءات حازمة لمنع التجمعات، لمنع لإغلاق الأسواق، لإغلاق الموالات، لإغلاق اللوكندات، كما تعرف أنت لا زال هنا ثغرة مهمة، وهي اللوكندات تجمع بالصالة الواحدة العشرات، يمضغون القات والدخان وإلى ذلك، لا زال هذه هي أيضا يجب أن يكون من أوجهة السلطة المحلية أن تنتبه لها لمثل هذه الثغرات. إذن سيد عدنان، في ختام حديثك معنا، لو لديك رسالة تود قولها للناس، وباختصار في نهاية تواجدك معنا. في البداية شكرا لكم على التطرق لمثل هذا الموضوع، يجب أن يكون الإعلام كله يوجه الناس للحذر من هذا الوباء. أما رسالتي، يجب أن يتعامل الناس بجدية مع وباء كورونا. إذا كانت دول بحجم يعني دول عظمى يعني فقدت السيطرة على الوباء وفقدت آلاف أو عشرات الآلاف من الضحايا، فما بالك بدولة مثلنا، ويعني لا نمتلك نظام صحي، لا نمتلك بيئة صحية، لا نمتلك مستشفيات، ومعظم ما يقدمه لنا هو كله دعم من الخارج. رسالتي إلى الناس، المسؤولية مسؤولية فردية في المقام الأول، ليست مسؤولية الدولة يعني فقط، مسؤولية فردية، كل منا يجب أن يلتزم بالتعليمات، كل منا يجب أن يلتزم بكل التوجيهات الصحية للحفاظ على صحته أولا وصحة أسرته، هذا يعني أهم ما يكون يعني. رائع، أشكرك جزيل الشكر الصحفي عدنان الشهاب، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من محافظة مأرب. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.